أينما كنتم أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في برنامجكم جسور. أقسام التربية الخاصة في جامعاتنا تأهيل، ولكن لمن؟ للمختص أم أصحاب الحاجة؟ ذوي الاحتياجات الخاصة في مجتمعنا هل يلاقون فعلا العناية والاهتمام؟ أم أن الأمر برمته لا يبتعد عن الشفقة؟ سنتوقف عند محاور مختلفة، أهمها التربية الخاصة ونشأتها في المملكة العربية السعودية، الجامعات وكيف تتعامل مع طلابها من ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الاحتياجات الخاصة بين التأهيل والإشفاق. وتذكروا دوما عبر جسور معكم يسهر العبور. مرحبا بكم، ودعوني بداية أرحب بضيوفنا في هذه الحلقة. سعادة الدكتور سميحان بن ناصر الرشيدي، عميد التطوير الجامعي والرئيس السابق لقسم التربية الخاصة في كلية التربية. حياك الله دكتور. الله يحييك. الله يحييك. حياكم الله. كما سيكون معي الأستاذ عبد اللطيف بن محمد الجعفري، مدير عام جمعية المعاقين في الأحساء. أهلا وسهلا دكتور. الله يحييك. حياكم الله. وأرحب أيضا بمعلم التربية الخاصة وطالب الماجستير في قسم تربية الموهوبين نايف الملح. حياك الله. الله يحييك. الله يحييكم. حياكم الله جميعا، وعسانا في هذه الحلقة نتوصل إلى أجوبة مهمة، وسنعبر عبر جسور مهمة، جسر الطالب وجسر الجامعة ثم جسر المجتمع. ولنبدأ أولا مع جسر الطالب. دكتور سميحان، خلينا نبدأ أول شيء مباشرة. المعاقين دائما نتكلم عنهم، نتكلم عن ذوي الاحتياجات الخاصة، ونتكلم أيضا عن أقسام التربية الخاصة. إيش قصة أقسام التربية الخاصة في جامعاتنا في المملكة، ومتى نشأت؟ بداية أمسي عليك أخوي الدكتور هاني، وأمسي على المشاهدين الكرام. حقيقة يعني تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول الأولى في اهتمامها في التربية الخاصة منذ بدء التعليم العام. وكانت البدايات عبارة عن اجتهادات فردية من بعض الأشخاص ممن يبحثون عن الأجر من الله سبحانه وتعالى، إلى أن قامت وزارة المعارف آنذاك بإنشاء أول مدرسة للمكفوفين، وهي مدرسة الجبرة في الرياض. طبعا الغريب في الأمر أنه التحق فيها غير المكفوفين أيضا. عجيب. نعم. فكانت هذه الانطلاقة حقيقة، وبعد ذلك جاءت الانطلاقة الرسمية بقرار من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله حينما كان وزيرا للمعارف، حيث أصدر قرار بإنشاء أول معهد للمكفوفين اللي هو معهد النور الآن المعروف بمعهد النور في الرياض، أيضا سنة 1380 للهجرة. بعد ذلك صدر أيضا قرار بتأسيس إدارة للتعليم الخاص تحت اسم إدارة التعليم الخاص، وتعنى بالتربية الخاصة بجميع مناطق المملكة. سرعان ما تطورت هذه الإدارة إلى أن أصبحت المديرية العامة لتعليم أو لبرامج التعليم الخاص، وضمت هذه المديرية ثلاث إدارات رئيسة: إدارة تعليم الصم، ثم إدارة تعليم المكفوفين، وإدارة التربية الفكرية. وكان ذلك قرابة عام 1392 تقريبا، إلى أن انتهى الأمر بالأمانة العامة للتربية الخاصة، والتي الآن تعتبر تقريبا حوالي 420 إلى 430 ما بين مركز ومعهد وبرامج متخصصة للتربية الخاصة في جميع مناطق المملكة. يعني هذا الاهتمام قديم يعني. نعم نعم يعني. نعم. قبل ما تبدأ الجامعات بإنشاء يعني بالضبط. هذه الأقسام بالضبط. لكن أقسام التربية الخاصة دكتور، إيش قصتها بالجامعات؟ حقيقة أقسام التربية الخاصة يعني بكل أمانة يا دكتور هاني، نحن نعاني من يعني اتجاه هذه الأقسام. يعني في الجامعة الملك فيصل ولا في الجامعات؟ في جميع الجامعات حقيقة. يجب أن يكون الاتجاه يأخذ اتجاه الدراسات العليا، ولا يأخذ اتجاه البرامج البكالوريوس، حيث أن برنامج البكالوريوس لا يخدم أبدا هذه الشريحة. دائما الإعاقات تحتاج إلى مزيد من الأبحاث، لذلك نجد في الجامعات المتقدمة في الدول الأخرى تقدم برامج ماجستير ودبلومات متخصصة. قد لا تكون الجامعة وحدها المعنية في هذا الأمر، هناك مراكز متخصصة يشترك فيها أخصائيون من مختلف، يعني مساندة هذه المراكز للأقسام الموجودة. بالضبط. لكن هذه الأقسام دكتور هي فقط لي يعني أصحاب الدراسات العليا
ولا هي فقط أيضا البكالوريوس اللي الموجودة في الخارج؟ وضع البكالوريوس الآن يعني خارجيا قليل جدا، نادر ما تقدم جامعة درجة بكالوريوس، لأنه ماذا تقدم؟ أنت تقدم إطار نظري، ونحن نحتاج في ميادين التربية الخاصة إلى بحوث وتشخيص لهذه الإعاقات. يعني كثير من الآن الطب بنفسه يعجز أن يعطيك يعني أسباب للإعاقة. فماذا نقدم احنا في كليات التربية؟ نقدم فقط إطار نظري يعزز بأمور نفسية سيكولوجية، هذا لا يخدم حقيقة يعني هذه الفئة. طيب هذه القضايا السيكولوجية نتكلم عنها مع التخصص، لكن خليني أسأل أستاذ ضيف خريجي الجامعة الملك فيصل، طبعا أنا أثمن كل هذه الجهود اللي تقوم فيها حقيقة مع الجمعية ومع أيضا الإخوان من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن خريجي جامعة الملك فيصل تحديدا أنتوا تستفيدون منهم حقيقة داخل الجمعية؟ أولا نمسي عليكم وشاكرين على استضافتكم لنا في هذا البرنامج، ولا شك أنه طبعا طلاب جامعة الملك فيصل مخرجي اللي هو قسم التربية الخاصة سدوا يعني فجوة كانت في منطقة الأحساء بالذات والمنطقة الشرقية بعدم وجود قسم متخصص يخرج ويقذي البرامج التربية الخاصة اللي موجودة في المنطقة. فكان معظم أنا كنت سابقا مشرف تربوي في إدارة التربية والتعليم، فكان معظم المعلمين اللي كانوا أساسا موجودين في البرامج كانوا أساسا يأتون من مناطق أخرى من داخل المملكة وبذات منطقة الرياض وضواحيها. فطبعا لا شك وجود القسم كان هناك مهم جدا. طيب. وكنا من البدايات نسعى وجاهدين كنا مع كلية التربية أنها أساسا بالفعل تفتح القسم. طبعا لا شك أنه فيه فائدة كبيرة يعني وتوسع في برامج بشكل أكبر، خصوصا برامج صعوبات التعلم اللي موجودة الآن انتشرت انتشار أكبر بسبب يعني جهود القائمين وبسبب أيضا تواجد متخصصين يعني. هذا جانب. جانب آخر الآن يعني وجدنا أنه هناك يعني رغبة كثير يعني كبير في شريحة كبيرة من الطلاب في الانضمام إلى أقسام التربية الخاصة، خصوصا أنها كان هناك لها طلب في سوق العمل يعني. جميل. الآن أصبح هناك عدد كبير يعني طبعا من خلال النظرة ليست المتعمقة في التفاصيل، ولكن ما نلاحظه أيضا أنه بالفعل في هناك عدد كبير من الخريجين اللي بالفعل تغذت بهم البرامج الحالية. يعني أنتوا استفدتم ولا ما استفدتم؟ احنا كجمعية طبعا لا شك أن فيه استفادة بحكم كم عدد الطلاب اللي تخرجوا فعلا والآن هم موجودين في جمعية يعني المعاقين أو يعني مساندين لكم؟ هو جمعية المعاقين طبعا ليس لها مركز يعني يقدم خدمات مباشرة في تقديم التعليم وتربية ذوي الاحتياجات الخاصة. طيب. الجمعية جمعية في المقام الأول هي حقوقية وتقديم خدمات لجميع شرائح وفئات الإعاقة الموجودة في المجتمع. فليس هناك يعني إلا متطوعين يأتون في بعض البرامج والفعاليات التوعوية والتثقيفية اللي نحتاج إلى ناس متخصصين لتوعية المجتمع، فهم أساسا بالفعل هناك تعاون كبير مع شريحة كبيرة من سواء من جامعة الملك فيصل ومن أيضا من إدارة التربية والتعليم اللي هم أساسا خريجي أقسام التربية الخاصة، بأنهم بالفعل يتعاون معنا في إقامة الفعاليات والمهرجانات والمعارض التوعوية والتثقيفية اللي هدفنا فيها توعية المجتمع، لكنه ليس ضمن موظفين أو أنهم أساسا يعملون بشكل مباشر في نفس الجامعة. طيب هذا يسوقني أن أسأل نايف أنت خريج الجامعة. أي خريج جامعة الفيصل. والآن شو اللي قادك إلى أنك تكون يعني يعني تختار قسم التربية الخاصة؟ أولا نمسي عليك مع المشاهدين، سؤالك مهم جدا. طبعا هناك أربع أسباب رئيسة في سبب اختياري هذا التخصص. السبب الأول مثل ما ذكر الأستاذ عبد اللطيف مسألة أنه الميدان لم يوجد متخصصين في التربية الخاصة. ممتاز. أكثر المعلمين هم الغير السعوديين، وبالتالي حسيت أنه في حاجة في الميدان بأن يكون هناك متخصصين مواطنين. هذا السبب الأول. السبب الثاني أنه قراءتي كثيرة في مجال التربية الخاصة، حبي لهذا المجال، كذلك
أخذت دورات عن طريق إدارة التربية والتعليم عندما كنت في المرحلة الثانوية، عرفت أكثر في التربية الخاصة، وهذا شيء شجعني. السبب الثالث هو تكوين الشخصي والنفسي، الصبر، الحلم، حب المجال، حب التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، هذا سبب ثالث. السبب الرابع وهو الأهم، أخوي معاق، فحبيت أني أطور نفسي، عندي خبرة عملية ونظرية بالتحاق بهذا التخصص بحيث أني أتعامل بالشكل المطلوب مع أخوي. أخوك هو أصغر منك سنا؟ أصغر مني سنا. وإعاقته شنو هي بالضبط؟ إعاقة عقلية بسيطة. أوكي. طيب بالضبط، هذه أربع أسباب رئيسية هي المهمة جدا. طيب هل تحس أنه فعلا نايف أن قسم التربية الخاصة مثل ما يقول الدكتور سميحان أنه فعلا يقوم بدوره الحقيقي، يقدم لكم معلومات مهمة يضعكم في سوق العمل، ولا فقط قضايا نظرية في النهاية؟ مثل ما ذكر الدكتور سميحان، الأمور النظرية احنا تشبعنا منها كثير، لكن في نقص في الأمور العملية. احنا بصراحة كثير من زملائي المعلمين حسوا بأنه هناك صدمة في الميدان، المعلمين مش عارفين يتعاملوا مع ذوي الاحتياجات الخاصة، مش عارفين يقدموا، مش عارفين يشخصونهم حتى. هل هذا معاق عقليا أو عنده صعوبة تعلم؟ هذه أشياء مهمة، ولذلك فإن الجوانب العملية مهمة جدا جدا، ولكن مع الأسف أنها ما قدموا، الجامعة ما قدمت لنا الأمور العملية بشكل المطلوب. طيب أنا لعلي أسأل الدكتور وأسأل الأستاذ لطيف، يعني بكل صراحة أنتم كيف تقيمون طلابكم كجامعة فيصل، وكيف تقيم أنت سلطيف خريجي الجامعة ويعني قدرتهم على التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة؟ خلينا نشوف الدكتور ايش قال. يعني حقيقة بداية انطلاقة قسم التربية الخاصة بجامعة الملك فيصل، يكفيني أن أذكر لك وللمشاهدين الكرام أنه اللي يتقدمون علينا نسبهم 98 فما فوق، لم نقبل أقل من 98، وسجل لدى القسم طلاب وطالبات 100%. طالبات أكثر ولا طلاب دكتور؟ طالبات أكثر. أوكي. وكانت فرص سوق العمل متاحة، وكان فعلا البرنامج في وقته، هذا الكلام قبل 8 سنوات، كان فعلا يعني يحقق أهداف المنشودة منه. لكن الآن أصبح تشبع، وأصبح أيضا الطلاب، نوعية الطلاب والطالبات اللي يتقدمون للقسم يعني ليست بالمستوى اللي المطلوب واللي نطمح له إحنا في القسم. أنت إلى 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 من تعزو السبب يا دكتور؟ في هذا الضعف يعني؟ الضعف يمكن إحنا بعد ما بدأ سمعة قسم التربية الخاصة بأنه سوق العمل مفتوح، بدأ الجميع يفكر فيه، صار أهم من الطب في وقت من الأوقات، وأهم من الهندسة، وصار عندكم كم كبير، كم كبير جدا. وهذا أنا يعني حقيقة ألوم اندفاع الأسر وتوجيههم لطلابهم للانخراط في هذا القسم بشكل كبير جدا، وهذه الآن نتائج للأسف. الآن خريجين لا يجدون، جالسين بالبيوت، لا يجدون سوق العمل، وأيضا يعني مشبعين بالأطر النظرية، ولم نفكر في الاتجاه إلى الميدان وإلى التطبيق بتعزيز القسم بالدراسات العليا، وأيضا بالدبلومات المتخصصة والأبحاث. شو رأيك سار؟ والله أنا أي نفس الكلام اللي ذكره الدكتور، وأحب أني أضيف شغلة برضو مهمة. التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاج إلى العلم، وهذا ممكن من خلال الدراسة والبحث، لكن في أمور أخرى مهمة جدا، وهو الأمور الشخصية للشخص اللي يرغب التعامل معه. ليس الجميع يعني بصراحة عندهم الاستعداد النفسي بأنه يستطيع يتعامل مع معاق. هذه ترى يعني تحتاج إلى يعني سلوكيات ونفسيات معينة. في أشخاص لديهم رهبة وخوف وعدم، هو ليس كره كثر ما أنها هي ميول واتجاهات. لكن المؤهل يا سيد الضيف مفترض أن يكون أيضا مؤهل إنسانيا يعني. نعم، هو طبعا لا شك، لكن هي في لها طابع بصراحة نفسي عند الشخص. طيب. في أشخاص لما يشوف ذوي احتياجات خاصة في الشارع حتى بغض النظر نفسه تميل له بشكل مباشر لتقديم المساعدة. في أشخاص هو يرغب في المساعدة لكن لا يعرف كيف، أو في حاجز نفسي داخلي يمنعه في تقديم المساعدة. ليس هو كرها وخوفا من هذا، لكن يعني في لها نوع من الميول، نوع من الرغبات، فذي مهمة جدا. لأني أنا لاحظت في الميدان يعني أثناء إشرافي على مجموعة من الخريجين اللي كانوا معلمين عندنا في أقسام التربية الخاصة،
كان انه بالفعل ناخذ احنا كنا اول نوزع المعلمين الجدد بناء على معدلاتهم التخرج فدائما ناخذ اللي مستواهم عالي في التخرج نحطهم في بعض المدارس ايوه فانا اتفاجأ انه هذا معيار يعني يفاجئنا بالاحباطات مع بعض المعلمين انه معدله عالي لكن في الميدان مع الاسف يفقد يعني ابسط المهارات في كيفيه التعامل مع الطالب من الاحتياجات. اذا انتم تبحثون عن ناس قلوبهم كبيره يعني. طيب خلينا اول شيء اخوي نايف انت اتصور انك انت الان في قسم الموهوبين. إيه؟ طالب ماجستير في قسم الموهوبين. بالضبط. يعني انت الان بتحمل تخصصك الماجستير البكالوريوس تربيه خاصه. وايضا الماجستير في الموهوبين، اتصور عندك تجربه خاصه وسمعت ان عندك قدمت مشروع او كذا، حدثنا عن المشروع. المشروع انطلاقا من مقرر الموهوبين، الموهوبون من ذوي الاحتياجات الخاصه بقياده الدكتور سميح النجاشيدي. انا مع ثلاث من زملائي وقمنا بإقامة من هم زملائك؟ الاستاذ ماجد الهيبي، الاستاذ مبارك الفرحان، والاستاذ جواد السلطان. تمام. قمنا بمشروع اسمه هناك امل. هذا المشروع يتكون من اربع جوانب رئيسه، الجانب الاول هي جانب توعيه المجتمع. العمل بنارات توعوية في المجتمع في المجمعات التجارية في حتى في اللوحة الإعلانية في البوابة الرئيسية في الجامعة في حتى في نشرات توعوية في المدارس بأن الموهبة والإعاقة من الممكن أن يجتمعان يعني المعاق ممكن أن يكون موهوب بلا شك حالة مثل حال أي شخص عادي الجانب الأول الجانب الثاني عمل دورة في الحاسب الآلي لمجموعة من الطلاب ذوي الإعاقة العقلية البسيطة في أحد المعاهد مشكورة قدمت لنا دورة مجانية معهد نوادر الابتكار الجانب الثالث هي دورة الرسم والأعمال الفنية كذلك بالتعاون مع إدارة التربية والتعليم في مدرسة الإمام البحتري مشكورة كذلك وفرت لنا المكان وقمنا بتوفير معلم متميز في الرسم والأعمال الفنية كذلك إقامة مسابقة للرسم لنفس الفئة لذوي الإعاقة العقلية البسيطة والتوحد وقمنا بتكريم الطلاب في أحد المحاضرات مع الدكتور سميحان الجانب الأخير وهذا التوظيف جميع المعاقين بصراحة مشكورة وفرت لنا مجموعة من الطلاب وقمنا بالعمل مقابلة في الجمعية وقمنا باختيار بعض الطلاب وقمنا بتوظيف بعض منهم في المؤسسات الخاصة وفي بعض في شركة بندا مثلا مشروعكم كبير والله يا نايف الحمد لله تعالى يوفقكم وحنا شاركنا معه في المؤتمر العلمي الخامس نعم إيه جميل وإن شاء الله نحن نتوفق يعني طيب الآن أنا قبل ما أطلع لفاصل وأطلع تقرير أبي في دقيقة واحدة ماذا توجه كلمة أنت كطالب ماجستير للجامعة وللمجتمع شو تقول لهم يعني بصراحة أنا كطالب ماجستير تغيرت النظرة كلية عن البكالوريوس الحمد لله هناك تطور كبير جدا قبل 6-7 سنوات والآن من ناحية التوعية من ناحية الخدمة لذوي الإعاقة قسم التربية الخاصة ما شاء الله دائما أبوابه مفتوحة لنا في أي اقتراحات فأقول يعني ممكن مسألة المرافق ممكن يفترض أن تكون أفضل حتى تكون مؤهلة استقبال ذوي الإعاقة في الجامعات قبول الطلاب كذلك ذكر لي الدكتور سميح أنه هناك تقريبا فوق 30 طالب نطلب أنه أكثر من 30 طالب كلام جميل بالنسبة للمجتمع صراحة جمعية المعاقين يعني مقدمة شيء كبير جدا للمجتمع الأحسائي بصراحة مو مقصرة أبدا لما زرناهم الجميع الأستاذ عبد اللطيف الأستاذ خالد السليم الموجودين الكادر الموجود كان باستقبالنا اي اقتراحات ما يقصرون الاستاذ عبد اللطيف دائما ما شاء الله عليه في اي مؤسسه دائما هو اللي يبادر بالافكار اللي تخدم ذوي الاعاقه في المجتمع مساله التوظيف في الجمعيه ما تقصر ابدا جهودها مشكوره وايضا جهودك انت مشكوره استاذ نايف واحنا نعرف يعني دائما الأعمال اللي تقوموا فيها أنتم وزملائكم أيضا كل الدعوات لأخوك إن شاء الله بالسلامة والعافية ولكل يعني إخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة خلونا نقف عند فاصل أعزائي المشاهدين ثم نعود لكم وتقرير أيضا تابعونا العلم للجميع
كما الماء والهواء وإرادة الحياة والتميز للجميع، وهو حق لكل البشر بغض النظر عن أي معوقات تحول دون تعلمهم، سواء كانت معوقات جسدية أم عقلية. أنه لا تيأس، واصل المشوار مهما كانت الصعوبات والعواقب، لا تلتفت للناس المحبطين في حياتك. إذا كان لديك هدف صدقني بالله مهما كانت الصعوبات إلا أنك راح تجتازها بقدر الإمكان. وأنا بالنسبة لي ما يعني الهدف اللي أو عموما لا، دائما أقول ترى ما في شيء صعب، كل الأمور سهلة طالما الإرادة والعزيمة موجودة والثقة بالله عز وجل في كل شيء. والإبداع هبة من الله موجودة في كل إنسان يمتلك الموهبة، سواء كان صحيح الجسم والعقل أو غير صحيح. ألم يكن بشار بن برد الشاعر الكبير أعمى؟ ألم يكن عميد الأدب العربي طه حسين كفيفا وامتلك بصيرة تتسع العالم؟ وعلى صعيد العالم الكبير أبدع عميان وصم ومعاقون حركيا، وتجاوزوا بالإرادة أولا واهتمام البعض بهم الكثير من دوامات الدخول في الإحباط والفشل واليأس. لهذا وعت الدول المختلفة أهمية تطوير برامجها في التربية الخاصة بشأن الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة في كل الفئات والأعمار. ويجيء إبداع ذوي الاحتياجات الخاصة مميزا ومعبرا ومثيرا للدهشة، فهذا شاب مصاب بالتوحد يرى العالم من خلال ريشة الرسم. نحن أمام موهبة من المواهب. معرفتي بخالد بدأت منذ أن كان طفلا طالبا وعمره 6 سنوات 7 سنوات بمعهد التربية الفكرية بالأحساء. دمعة حزن لن تفيد ولا تصفيق بدافع الشفقة، علينا أن نثق حقيقة بمواهب ذوي الاحتياجات الخاصة، عندها فقط نكون قد غرسنا بذرة الأمل في حقول اليقين. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، وأرحب وإياكم ضيوفنا لهذه الحلقة، وأرحب بضيفنا أيضا المميز عمر الصويغ الذي انضم إلينا مع الشكر للأخ نايف على مداخلته القيمة. مرحبا عمر. مرحبا بك، شلونك؟ حياك الله. يعطيك العافية، شو أخبارك؟ بخير الحمد لله. الله يعطيك العافية. عمر، أنت تخرجت من جامعة الإمام صح؟ صح. طيب وش كان تخصصك بجامعة الإمام؟ كان شريعة. شريعة ما شاء الله. كان تكمل يعني تخصص ثانوي. يعني. كان تكمل تخصص ثانوي وكملت. ممتاز. وأيضا ظهر تعمل مع سلع الضيف في جمعية المعاقين. أي نعم. ممتاز. طيب وأيضا أنت الآن موظف في حكومي في وزارة العدل. ما شاء الله ما شاء الله. طيب وشلون جمعت يا عمر بين وظيفتك الحكومية وبين الجمعية ما شاء الله؟ هو طبعا كنت في البداية كنت في الجمعية موظف معهم، بعدين جات اللي هو الوظيفة الحكومية. بصراحة هو أنت تقدر تجمع بين الثنتين إذا كان لك هدف في الحياة. أنت ما دام مع وجود الهدف بالذات، يعني أنا كان الهدف الأساسي هو جمعية المعاقين لأني كانت بدايتي معاهم. في نفس الوقت يعني وجدت إنه المعاقين اللي عندنا وذي الخاصة بحاجة لمن يعني يقف بجانبهم، خصوصا إني أنا معاق مثلهم وحاس بالإعاقة الموجودة عندهم. ففضلت حقيقة بعد أني أكون معهم كمتطوع في الفترة المسائية وكذلك طبعا في الصباح موظف حكوم. طيب دكتور سميحان، من خلال التقرير احنا شفنا أن المعاقين ليسوا هم معاقون أصلا، معناه أنهم يحتاجون إلى اهتمام أكثر. ما الاهتمام الذي يجب أن نقدمه نحن كجامعة وكمجتمع لهؤلاء ذوي الاحتياجات الخاصة؟ حقيقة يعني بس أعجبني التقرير، لو عدت بس إليه على عجالة يعني يمكن أكثر ما
يشجيني في هذه الجامعة في عملي الخاص هو إعطاء هذا المقرر اللي فرسانه هم الطلاب حقيقة طلاب الماجستير، وجدت فيهم الحماس لاكتشاف المواهب عند ذوي الاحتياجات الخاصة. ولا تستغرب أخي الدكتور هاني لو قلت لك أنهم أحيانا الموهبة عند ذوي الاحتياجات الخاصة تفوق المواهب الطبيعية عند الإنسان السليم، يمكن تعود إلى عوامل نفسية كثيرة. لكن حتى يعني لا شك أنه الاهتمام بهذه الفئة مهمة جدا وواجب وطني، لأنه كثير ممن لديهم إعاقات غيروا أمم كاملة. أنت شو تقول الآن لعمر دكتور؟ أنا أرى عمر بطل، أرى عمر بطل حقيقة، ويعني يسعدني حضورك معنا اليوم وإرسال رسالة لزملائك بأنه الإعاقة قد تكون عند الشخص السليم أيضا، ويعني هو ما يعوقك عن تحقيق أهدافك. أنا ما أرى عمر أبدا معاه، لا أرى أبدا معاه، لأنه وصل إلى أهدافه، كون ذاته، يحمل وظيفتين كما فهمت منك، وهذا شيء يعجز عنه أحيانا. عمر، أنت هل تعتقد أن يعني لو قلنا أن أنت إنسان معاق، هل تعتبر أنها نقطة ضعف أم قوة؟ لا بالعكس، اللياقة نقطة قوة. هذا لو قلنا، طبعا لو قلنا، لو افترضنا أن أنا معاق، يعني أنا أشعر أني أنا لست شخصا معاقا، لكن لو افترضنا أنه كانت بالعكس هي قوة وهي دافع أنك تثبت للناس الآخرين أنك شخص منجز في حياتك. كلام جميل. سأل طيف، كيف تتعاملون أنتم مع أخونا عمر في الجمعية وأيضا زملائه الذين معه في الجمعية، كيف تعاملوا معهم؟ والله وتعامل مثل بقية أي شخص عادي. يعني عمر يعني من أول ما دخل الجمعية إحنا ما حسينا أن أساسا يفرق عن الآخرين، حتى نتعامل معاه تعامل خاص. يعني هو موهوب، هو هل فيهم مواهب؟ طبعا أنا لا أقول أنه يعني في مواهب خارقة، طبعا هو شخص عادي مثله مثلي زين ومثل أي شخص إنسان، هو فقط كان يحتاج إلى إتاحة له الفرصة زين ليعمل ويبرز نفسه ويبرز ذاته، وهو يكتشف ذاته. يعني احنا اساسا كيف اكتشف قدراتي اذا لما تتاح لي الفرصه للعمل؟ يعني العمل هو اللي يكشف قدرات اي انسان، يعني بغض النظر هو لديه اعاقه او بدون اعاقه. فاتاحه الفرصه زين هي اللي اساسا بالفعل تصقل شخصيه الانسان وبالفعل يكتشف ما يملك من امكانيات. وعمر يعني اتاحت له الفرصه أول ما جاء، يعني جلس يمكن سنتين أو ثلاث سنوات معنا في الجمعية، يعمل فترتين صباحية ومسائية. شنو عمل عمر في الجمعية؟ عمر أي مستفيد من مستفيدي الجمعية لازم يمر على عمر. يا سلام، أجل أنت بسؤول كبير يا عمر. وفي نفس الوقت يعني هو قاعدة البيانات حق الجمعية، لأنه بالفعل يمكن يعني لا أبالغ أنه كثير من المستفيدين يحفظهم بالاسم، يعني سواء ليش؟ لأنه هو يستقبلهم بالهاتفيا ويستقبلهم لما يأتون إلى الجمعية، وأيضا هو أساسا يحاول يجمع بيانات وإيش احتياجاتهم زين من خلالنا. وأتمنى بعد، وأنا ما أحب إني أنا برضه طيب أتكلم نيابة عنه، أتمنى عمر أنت ترتاح تشتغل في المحكمة أكثر ولا بالجمعية أكثر؟ وأين تجد نفسك؟ شوف أنا طبعاً الوظيفة الحكومية لا شك أنها مهمة جداً، لكن أنا أجد نفسي في جمعية المعاقين وتحديداً بالتعامل مع ذات القسم اللي أنا فيه اللي هو قسم الاستقبال، أجد نفسي فيه كثيراً لأني ألتمس حاجاتهم، وبالتالي لما أنت تلتمس حاجات الآخرين أو المعاقين اللي عندك وتبدأ في تقديم الخدمة لهم، هناك متعة كبيرة جداً قد أني ما أستطيع أن أوصفها حقيقة، لما تقوم بتقديم الخدمة وبالتالي تنجز هذه الخدمة بشكل أو بآخر، تجد متعة حقيقة في أنك يعني تبرز هذه الفئة، تجعلهم أساسا يعني لهم دور كبير في المجتمع بشكل كبير. المراجعين شلون يتعاملون معك عمر؟ المراجعين تعاملهم بشكل طبيعي جدا، وأنا في نفس الوقت يعني أحاول قدر المستطاع أني أتعامل معهم بطريقة يعني أكون حليم في نفس الوقت، أيضا حتى طريقة التعامل معهم تكون لهم بالنسبة لي أنا لهم معاملة خاصة، يعني لي تعامل خاص معهم. أنت ابتسامتك حلوة يا عمر. طيب دكتور، 10% من سكان المملكة مصابين بإعاقة، هل أقسام التربية الخاصة، يعني لو قلنا 10% معناه نقول إحنا 2 مليون
معاق في المملكة. هل أقسام التربية الخاصة في جامعاتنا السعودية فعلا حققت يعني أنها تشوف حل لهل موجودين؟ يعني كتخريج متخصصين؟ إيه نعم، كتكفي لهذا العدد يعني؟ لا بالطبع لا. بالطبع لا، حتى من ناحية التخصص. لكن أنا أريد أن أصحح مفهوم، اسمح لي دكتور هاني، هذه نقطة مهمة وذكرها الأخ عمر لما قال أنا مش معاق. إحنا عندنا مفهوم مغلوط ما أدري من وين يعني هو داخل، إنه من الإعاقة بنظري الله عز وجل كرم الإنسان بالعقل. يمكن إحنا نعتبر فقط من هم ذوي التخلف العقلي الشديد أيضا، ليس القابلين للتعلم. قابلين للتعلم حتى لا يعتبرون معاقين. يعني 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 لماذا نعتبرهم معاقين؟ عمر رد قال أنا مش معاق، أنا ما أنظر نفسي إني معاق. فإحنا محتاجين نصحح قبل أن نخرج، نصحح مفهوم عند المجتمع وعند أسر ذوي الاحتياجات الخاصة حتى يتعاملوا معهم كأسوياء، كأشخاص أسوياء. فأقسام التربية الخاصة مهما خرجت وهذا المفهوم موجود لن نستطيع أن نوفيهم احتياجاتهم. جميل. سأضيف بسألك، أنا سأقرأ عليك سؤال جانب تويتر يقول: أنتم من خلال جمعيتكم والجمعيات المشابهة ومن خلال وزارة الشؤون الاجتماعية يعني ماذا قدمتم؟ لا أقصد أنا القضايا المادية، لكن ماذا قدمتم وماذا تقدم الجمعيات عموما؟ يعني احنا نشوف ان جمعيات في الخليج ايضا لها نشاط كبير جدا، وايضا لما يعني احصينا عدد الحسابات في تويتر ما شاء الله وجدنا حسابات كثيرة جدا، يعني وجدنا حساب لكم ما شاء الله رائع ونشيط جدا وعندكم دورات وعندكم وانا عجبني ان فيه كثير من المعاقين كاتب اللي انا ابو المعاقين والثاني كاتب انا ام المعاقين. طيب، وفيها جمعيات وفيه قضية مهمة جدا أنا يعني سأثيرها، وهي قضية أن هناك بدولة الكويت نقابة هيئة المعاقين. أنتم في الجمعية والجمعيات عموما في المملكة ماذا تقدمون لهم؟ جمعيات طبعا بتكلم في على مستوى جمعيات الجمعيات التي تخدم ذوي الإعاقة في المملكة. طبعا تختلف على حسب الأهداف التي أنشأت لكل جمعية. طبعا الجميع يخدم ذوي الإعاقة، لكن كل جمعية لها أهداف الخاصة فيها، في أهداف مشتركة بينها وفي أهداف. احنا في منطقة الأحساء حمسمي نفسنا جمعية خيرية حقوقية، لأنه إحنا عندنا نظام خاص بالإعاقة في المملكة العربية السعودية، وهذا النظام يعني يكفل حقوق ذوي الإعاقة في المملكة. نحاول أن إحنا أساساً نعمل من خلال الشراكات مع الجهات المعنية في سبيل تذليل الصعوبات التي تواجه تطبيق هذا النظام. يعني عندكم شراكة مع جامعة الملك فيصل؟ أتصور. أي نعم، شراكة مع جامعة الملك فيصل، عندنا شراكة مع بعض برضو جهات التربية والتعليم، أيضا أمانة الأحساء أيضا. طيب يعني لو ودنا دكتور لطيف بس بين للسادة المشاهدين في نقاط، عطني ماذا تقدمون لهم على شكل نقاط؟ طبعا حنا نقدم خدمات التعليم ويعني شراكات مع جامعة الملك فيصل وقبول الطلاب ذوي الإعاقة، هذا أحد يعني المنتجات اللي أساسا والفوائد اللي حققتنا من هذه الشراكة. أيضا التدريب، ندرب ذوي الإعاقة في سبيل تأهيلهم لسوق العمل. الآن عندنا برنامج اسمه التدريب الزراعي بشراكة مع هيئة الري. نستفيد من الخدمات المقدمة والإمكانيات الموجودة في هيئة الري من مدربين زراعيين وأيضا أماكن متخصصة في التدريب. الآن هذه للمرة الثالثة على التوالي ونحن ندرب ذوي الإعاقة العقلية البسيطة في المهارات الزراعية. والجميل في هذا البرنامج أنهم يوظفون وهم يدربون. يا سلام، يعني توظيفهم مباشرة. حنا نحاول ننتقي الذي لديهم إمكانيات جسمية ونفسية جيدة في أنهم ممكن أنهم يتدربون على بعض المهارات الزراعية. والآن للسنة الثالثة تقريبا، وطبعا برنامج مدة 6 شهور ومكثف في هذا الجانب. أيضا عندنا خدمات التوظيف، ونحاول أن احنا أساسا نذلل الصعاب عند بعض المؤسسات التي بالفعل لديها رغبة في توظيف ذوي الإعاقة. ونحاول أن احنا أساسا نتواصل معهم ونجهز بعض الفئات ذوي الإعاقة
اللي يجون عند الأخ عمر ويطلبون يبون وظائف أو طيب. فنحاول أن احنا ننتقي منهم من بالفعل من يحتاجون إلى يعني بما يتناسب معهم مع بعض طيب الوظائف. أنا بكمل معك هذا الموضوع والخدمات اللي تقدمها، بس أنا بأخذ اتصال هاتفي مع الطالبة طالبة ماجستير في التربية الخاصة مسار الموهوبين زينب آل سعيد. مرحبا أختي زينب. مرحبا. الله يحييكم. الله يحييكم. أنا بسأل مباشرة عن التخصص في التربية الخاصة مسار الموهوبين، ماذا تتعلمون في هذا المسار؟ بداية تحية طيبة للبرهان والضيوف الكرام، فقط اسمح لي أن أبدأ من حيث انتهى الأخ الكريم عمر. نعم. قالها عبارة تعامل خاص، نحن بيننا وبين ذوي الاحتياجات الخاصة المعاقين إذا جاز اللفظ وأنا أرفضه تماما، بيننا قاسم مشترك تعامل خاص. دعنا ننحي مسمى التربية الخاصة مؤقتا حتى تتضح الرؤية أمام المشاهدين الكرام، لأننا بيننا وبينهم قاسم مشترك هو التعامل الخاص، وتظلنا المظلة الرئيسية هي مظلة التربية الخاصة. هؤلاء ذو الاحتياجات الخاصة، الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، الإعاقة الحركية، يحتاجون إلى تعامل خاص حتى يتم توفير على الأقل الكفايات البدائية لهم. إذا يعني كان إذا كان هذا المصطلح هو الرئيس. في المقابل هناك موهوبون، هناك حساسون، هناك مرهفون، هناك موهوبون أيضا يحتاجون إلى تعامل خاص، وكلاهما بالتأكيد يحتاج إلى تربية خاصة، ولذلك كنا تحت هذه المظلة. أما ما يتعلق بالسؤال ماذا نتعلم في ماجستير تربية الموهوبين، لك أن تتخيل دكتور هاني كل شيء جميل، كل شيء ممكن أن تتوقع في هذا التخصص نحن ندرسه. أنتوا تجاملون يعني الجامعة يا زينب. والله بقول لك الحين ليش ما نجاملها، بقول لك ليش. انت الكاتب الان، انت الاديب حسب معلوماتي يا دكتور، تعلم مثلا خلال محطاتك الكتابيه والادبيه واهميه مؤخرا على ديوانك يا دكتور، انه الكاتب او الاديب والباحث عموما قد يختلط عليه المفاهيم. مثلا لما اقول انت مبدع، لما اقول انت متفوق، لما اقول متميز، موهوب، تحس ان هذه الالفاظ كلها عيال عام ما نقول. نعم. لكن في حقيقة الأمر نحن كمتخصصين الآن في الموهبة لدينا مقاييس معينة، ولا نستطيع أن نصيب كبد الحقيقة إلا وفقها. يعني ما راح أقول عن شخص إنه مبدع، ما راح أقول عن شخص إنه هو موهوب متميز حتى وصولا إلى مرحلة الجينيوس. طيب. هي العبقرية. طيب أستاذ زينب، أنا مراحل أستاذ زينب أنا بس سأسأل سؤال مهم، وهو أنت من خلال هذا الاهتمام الكبير والدراسة، هل تعيشي مع معاقين، أنت مع ذوي احتياجات خاصة لإدراك أهمية هذا الموضوع؟ نعم، وهذا ما خلقته يعني الفرصة بالالتحاق بالبرنامج في الجامعة. عندما أقول أن كل شيء جميل كما قلت لك، أنا بالتأكيد يعني لم أدرس معلومات نظرية باستطاعتي أن أدرسها عبر قراءتي وعبر يعني كما يقال التعليم السلف يعني التعليم الذاتي. لا، كنا نمارسه ولم نكن في بروج عادية إذا جاز التعبير. يعني كنا نطرق أبواب الموهوبين تحديدا من ذوي يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة. كنا نطرق الموهوبين في مقرر الاحتياجات النفسية والاجتماعية، كنا سواء بذوي الاحتياجات الخاصة للموهوبين. طيب أنا أتمنى أستاذ زينب أن التخصص يرضي طموحك فعلا، لكن هل أنت راضية وبشفافية عن المناهج والأساتذة الذين يقدمون لك المعرفة؟ يعني أنت الآن قسمت السؤال إلى شطرين، من خلال الرضا ومن خلال الشفافية، أليس كذلك؟ بخصوص الرضا، أنا راضية كل الرضا، وبإذن الله بيني وبين بإذن الله تعالى بيني وبين مرحلة الدكتوراه بإذن الله تعالى في هذا التخصص مسافة قصيرة بإذن الله. وبالنسبة إلى الدكاترة أو الأساتذة الأفاضل، هم موهوبين في الأساس، أفاقد الشيء لا يعطيه، يعني هم يعني هذه قاعدة منطقية. كيف لهم أن يكون لهم سبق أو قصد السبق في المملكة العربية السعودية بأن يدرسوا هذه المناهج لأول مرة
وكيف للمقام الثاني أن يوافق للجامعة الملك فيصل أن تكون الرائدة في تدريس هذا المنهج في عام 1430، كيف يعني لهذه المعطيات كلها بأن ما لا ترضي طموحي. بالنسبة للشق الآخر، هم يرغون طموحنا جميعا، وإن كان في بعض الأشياء اللي إحنا مثلا نسعى من قبيل الديفلوبمنت، يعني أي شيء لابد أن يدخله التطوير، فكنا للأمانة نجد الباب مفتوح على مصراعيه، كانوا يستقبلون اقتراحاتنا سواء عبر قسم التربية الخاصة أو عبر المركز الوطني لأبحاث. إحنا شاكرين شاكرين هذه المداخلة سيدة زينب، ونسأل الله تعالى أن يوفقكم دائما للخير. أعزائي المشاهدين، نتوقف عند فاصل ثم نعود لكم، تابعونا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. دكتور، خلينا أسألك سؤال. إحنا سمعنا إلى زينب تقول أن أنتم كلكم موهوبين مبدعين حق التربية الخاصة. لازم ظهر. طيب، لكن أنا بقول لك أن أغلب أو أعظم الذين يدرسون في أقسام التربية الخاصة دكتور هم ليسوا متخصصين. أشوفهم أن بعضهم علم نفس وبعضهم أطباء وبعضهم انتوش، كيف جامعين من هالقضيه هذه؟ هذا حقيقه، يعني احنا في عجز على مستوى الوطن العربي حقيقه في المتخصصين في الاعاقات ان صح التعبير. يعني تستطيع ان تعطي بكالوريوس باطار نظري بالموجودين، يعني من حيث يكون عمل دراسه على اعاقه معين، نوع من الاعاقه، لكن لم يعني يتخصص بهذه الإعاقة بحد ذاته. فمعظم المتخصصين في الوطن العربي ممن يدرسون في مراحل البكالوريوس وحتى في مراحل الماجستير للأسف يكون غير متخصص بالعوق نفسه. لذلك ولا يمكن لشخص واحد أن يعني هي محتاجة إلى منظومة كما ذكرت سابقا، محتاجة إلى الطبيب ومحتاجة إلى متخصص العلاج الطبيعي حتى يقدم برنامج متكامل ويخرج الطالب فعلا متخصص في التعامل مع الإعاقة. سأضيف أنا بقرأ لك تغريدة جانتني، يقول إنه يقول غالبية أساتذة التربية الخاصة ينظرون داخل قاعاتهم الدراسية بدمج المعوقين داخل المدرسة العادية، لكنهم لا يسعون إلى فسح المجال لهؤلاء المعوقين من خلال المعاقين من خلال إقناع المسؤولين وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم عن ذوي الإعاقة بقبولهم داخل تلك الجامعات. ماذا تقول؟ طبعا في التعليم العام اتوقع انه عندنا مثال عمر، يعني ناتج دمج، لانه اساسا لو مثل اخ عمر او غير من زملاء انه اساسا من بدايه مراحله الدراسيه حضر في مدارس متخصصه للاعاقه، ما اتوقع انه اساسا وصل الى هذا المستوى وانه يدخل الجامعه وانه لكن احنا اساسا في المملكه العربيه السعوديه، انا بالعكس انا اشوف انه برامج الدمج متوفره من البدايات. هي يمكن ينقصنا في لما نجي التعليم الجامعي، توجد محدوديه معينه في التعليم الجامعي، فقط كان في الاول ما في الا جامعه الملك سعود هي التي تقبل
يعني ذوي الإعاقة وبالذات المكفوفين. الآن الحمد لله يعني معظم جامعاتنا بما أنه أنتم أساسا هيأت المكان المناسب والخدمات فبدأ القبول يعني موجود. في أثناء قبولهم أنت بتجعلهم أنهم أساسا بالفعل يدرسون مثلهم مع بقية زملائهم، وهنا بالفعل اكتشفنا كثير من الحالات اللي بالفعل أثبتت قدرات جدا عالية، ويعني بعضهم حقق درجات أو معدلات عالية وتخرجوا من الجامعة والآن أيضا يعني في سوق العمل وناجحين. خلينا نشوف نحن ونسألها السؤال عمر، أنت المجتمع هل يتعامل معك مثل ما يتعامل مع الأسوياء؟ هل تشعر بحرج أم لا؟ هو طبعا بالنسبه للمجتمع بشكل عام الحمد لله انا يعني كان تعامل معي بشكل يعني كاي تعامل سوي، لكن في بعض النماذج قد انها يعني يتعامل معك بطريقه مش سويه، لان اساسا يعني قد نظرته تختلف، يعني نظرته بالنسبه للشخص المعاق تختلف عن نظره اي شخص ثاني. لكن بشكل عام الحمد لله المجتمع يعني ينظر لي بنظرة جميلة، يعني نظرة الشخص السليم اللي ما عنده أي مشكلة في موضوع الإعاقة. وأنا أيضا أسعى لهالجانب، يعني حتى لو وجدت أشخاص تنظر لي بنظرة مختلفة أنا لابد أني أثبت له أنه تراه شخص أنا كأي شخص طبيعي جدا وأعيش حياتي مثل ما أنت تعيش حياتك. خليني أسألك عمر سؤال صراحة، أنت لو أحد قال لك أنت معاق شو تقول له؟ لو واحد قال لي انت معاق، طبعا انا صار لي هالموقف من قبل وقلت لها، طبعا ردت عليه قلت لها لا انا بالنسبه لي ما اشعر اني انا معاق وانا سليم بالعكس واعيش حياتي بشكل طبيعي جدا، لانك انت لما ترد عليها برد غير هالرد او انك تسكت ولا ترد فبالتالي ستثبت عليك انك فعلا شخصيه معاقه، فبالتالي ما راح تقدر انك انت وهالنظره دي بتكون موجوده في مجتمع. انت كبير جدا يا عمر، الله يبارك فيك. اعزائي المشاهدين، حالات بلا عدد، معوقون عقليا، موهوبون وبلا موهبه، اذا لاقوا الاهتمام دخلوا الحياه. بعضهم يتعايش مع حالته فيقول نعم انا معاق، وبعضهم يقول بكل جراه لست معاقا. نتابع سوية هذه الحالات التي التقطتها عدسة البرنامج، تابعونا. أنا أعاني من إعاقة اسمها أنيغروف سيندروم، متلازمة أنيغروف، اضطرابات في الغدد. والمشكلة دي مو مؤثرة في دراستي، وحتى لو كانت مؤثرة في دراستي أنا أطمح إني أزول هالمرض هذا وأمشي في مشوار الدراسي، وأنا أطمح إني أكون أطمحني أكون أحقق مستويات كبيرة في دراسة كلية التربية، وأطمح بعد البكالوريوس أقدم من الماجستير، هذا طموحي. والجامعة فاتحة لنا المجال بس يبون اجتهاد شخصي، والمعدلات على التفوق والنجاح فيهم. بعدين بعد اللي هو بعد مرحلة الثانوية اللي هي الحاسبة يعني، في البداية أنا اخترت تخصص مناسب لي في التربية، حتى إن دي تبي تخصص إن سنة تبي، لكن يعني أنا دخلت وأنا ما عندي طموح في الحاسب، بس بعد ما دخلت في البداية شفت إن الحاسب سنة متعلق بالرياضيات اللي أنا أحبه وأجلس على عرض، فحبيت الحاسب
وكنت من المتميزين في الكلية من الأوائل، وكنت يعني إلى الآن يعني حتى الدساتير اللي درسوني أحيانا يعني يشوفون حالي يقولوني أنت تحل بحل يعني سريع يعني، وحلول الدائمة متميزة وبسرعة. فهذا شجعني للحاسب الكوارثة، للآن أشجع لحبة الحاسب أرشفة أكثر. بعدها شفت أن أنا أحب بمدى جدا عليه، فقررت أن أنا بعد ما خلصت بشلايوس إما أتمم مجلس المباشرة أو أخذ لي أتخصص في قسم الألعاب. أحس أن هو ضد أن أتمنى، بس أحس أن أحس يعني حاليا أحس أن بشكل عام ما في فرق يعني من صغر الآن الحمد لله شيء أبي أسوي كل شيء، يمكن في أشياء ما أقدر أسويها، بس يعني الأشياء هذه عادي ما أشعر بالعادي. يعني مثلا سواء كرة القدم أنا ما أقدر، بس عادي يعني وأنا ما جلست حتى ليش أنا بسوق ولا شيء، عادي يعني أحس إن بشجع أنا ولا غير أقام مع ناس واحد، أحس إن أقام مع واحد بنفس مستواي. التأهيل الشامل بشكل عام يقدم خدمات للمعاقين، يقدم خدمات إعانات مالية، ويقدم بطاقات تسهيل، ويقدم علاج طبيعي، وفيه إقامة نهارية في نفس المركز التأهيل الشامل للمعاقين. هذا الخدمات اللي يقدمها المركز بس تقريبا. مرحبا بكم اعزائي المشاهدين. عمر، انت شفت الشباب؟ اي نعم. هم معاك في الجمعيه صح؟ اي نعم. طيب شو تقول لهم؟ طبعا في البدايه في بس كلمه استهوتني، هو انه بعضهم يقول لك انه في اشياء انا ما اقدر اسويها او في اشياء انا ما اقدر اعملها. انت اذا كان موجود عندك العزيمه والاصرار، وقبل العزيمه والاصرار والهدف، صدقني راح تحقق اشياء كثيره جدا قد ان الاشخاص الاسوياء ما يحققونها. لكن المفترض أن يكون موجود عندك هدف في حياتك، يكون عندك أمل، يكون عندك تفاؤل، عزيمة وإصرار. كل هالأمور لو توفرت في الشخص المعاق صدقني في النهاية سينجز. هذه بس على لكن هم بشكل عام بشكل أو معاقين بشكل عام في الجمعية الحمد لله أغلبهم. بس في أسوياء أنت تشوفهم أنهم معاقين يا عمر؟ أي طبعا موجودين، وهم اساسا يعني في ابسط الامور قد انه يقول لك انا ما اقدر اسوي شيء، مثل موضوع تكمله الدراسه لما يتخرج من ثانوي. بعد ما تخرجت انا من الثانويه كنت اتقابل، طبعا انا زي ما قلت درست مدرسه طبيعيه جدا ما يعني ضمن الدمج، لكن بعضهم يقول لك انا ما راح اكمل دراسه جامعيه وليش؟ لانه اساسا حاط في باله انه خلاص انا ابي اشتغل وابي، لا الطموح عنده ما عنده طموح، لكن لما اجي اقارن انا اقول في نفسي الحمد لله أنا شخص طموح راح أكمل وراح أثبت الأشخاص الثانية أو الأشخاص الأسوياء أن المعاقين قادرين على الإنجاز في حياتهم. كلام جميل. دكتور، إحنا شفنا طلاب اثنين متفوقين وهم عندنا في الجامعة، حسين البقشي في واحد ثاني. ما الذي ينتابك دكتور حينما ترى إنسان عنده إعاقة وفي نفس الوقت متفوق دراسة؟ أنا عرفت أنه أحدهم معدل 4.5 تقريباً، 4 وشوي وشوي يعني حقيقة شعور الفرح لا شك، وكلام حتى الأخ عمر شعرني بالفرح والاعتزاز. ويعني أتمنى من الجامعة استقطاب المزيد من هذه النوعية من الطلاب، وتجاهل الإعاقة وعدم النظر لها، النظر إلى قدرات الشخص
وإزالة هذا الحاجز النفسي. متى ما أزيل الحاجز النفسي، وهذا جربته مع طلابي، طلاب الماجستير، وكان هدفهم يعني طوال الأربع شهور في التعامل مع هذه الفئات أنهم يزيلون فقط الحاجز النفسي، وبالتالي تنطلق الموهبة ونرى موهبتهم في نهاية الأربع شهور، ومنهم حتى من يلتحق بوظائف ويحققون ذواتهم. كلام جميل. بس لطيف، الحقوق مباشرة ليست المادية ولكن إكمال الحقوق المعنوية، هناك حقوق إحنا لا نرى أن المجتمع يحترمها، من ضمنها مواقف السيارات على سبيل المثال. نعم. طيب يعني شوف، أنا بوريك وخلي سعادة المخرج يشوف يقرب هذه مخالفة إنسانية أقامتها مؤسسة بالكويت، أتصور الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين، وسموها مخالفة إنسانية. ليش إحنا ما نتبنى فكرة، أفكار لدعم هؤلاء ذوي الاحتياجات الخاصة؟ هل أنتم قمتوا بأيضا مشاركات مثل هذا النوع؟ طبعا لا شك أن هذه من ضمن النماذج الجيدة اللي هي قد تكون ليس لها أهداف مادية في موضوع المخالفة كثر ما أنها لها أهداف معنوية في تعديل الاتجاهات والسلوك لدى أفراد المجتمع، وتذكيرهم يعني بحقوق الآخرين، ومن ضمنها مواقف السيارات وما شابهها. طبعا هذه نتمنى هذا الشيء، لكن هي تحتاج إلى مظنة رسمية تتبنى مثل هذا الجانب. أتوقع أنه لو في عندنا مجلس أعلى لذوي الإعاقة في المملكة يتبنى مثل هذه الأمور بالتنسيق مع الإدارات والجهات المعنية، في أتوقع أنها ممكن أنها بالفعل تحقق بعض الأهداف الممتازة. يعني دكتور، تصور أن إحنا الجامعة إحنا ضاق علينا الوقت، لكن نتمنى أن فعلا تخرج مبادرة حتى لأمراض التوحد اللي إحنا ما نشوف لهم أي مراكز وأي شيء. شو تقول يا دكتور بسرعة، في ثانيتين، شو تقول يا دكتور؟ أنا أؤيد هذا الكلام حقيقة. يعني حتى هذه المخالفة أنا رأيتها في إحدى الدول كاتبين عند الصين للمعاق، أخذت مكاني خذ إعاقتي. الله، فهذه الله. أعتقد أنها يعني مؤثرة أكثر من أني أروح أدفع غرامة مالية. هي أمور بسيطة. إحنا سعداء جدا وشكرا لكم جميعا. سيبقى أمل ما دام أن هناك رعاية لهؤلاء ذوي الاحتياجات الخاصة. في أمان الله.